اجتماعنا مع معالي كان إيجابي جدا، بدلنا معلومات بس ما اتاخد ولا قرار. بقى هيدا يلي بحب وصلكم إياه، يعطيكم العافية. الاجتماع إيجابي بس هل الوضع حيكون إيجابي؟ امبارح بالأمس سمعناك عم بتقول إنه هذه التدابير التي اتخذت في المصارف هي تدابير مؤقتة، إن شاء الله مع سير عمل الحكومة ومن بعد نيل الثقة الأمور حتكون أفضل. هل بعدكم على زي الكلام؟ لأنه اليوم الأحاديث الاقتصادية صار بالليرة، يعني نهار بتطلع نهار بتنزل. إيجابي يعني إيجابي، إيجابي يعني إيجابي. عم نحكى عن إمكانية دمج بعض المصارف لتفادي إفلاس أي مصرف، هل في هذا الجو عن دمج مصارف مع بعض؟ عم بحكي تحديدا عن فرنسا مصارف. ما اتاخد ولا قرار، يلي حكينا فيه بضلنا أفكار، وكان الاجتماع برجع بقول إيجابي. بعد شغلة، الناس اليوم عم تسأل قدام المصارف مصرياتنا شو مصيرة، يلي عندها ودائع 100,000 دولار 70,000، يعني الودائع بيان منا عالية، هول الناس شو مصيرهم؟ حيقدر ياخدوا ودائعهم أو حيبقوا محجوزين داخل المصارف؟ ما في شيء محجوز، الودايع موجودين والودايع رح يضلوا موجودين. وكرر معالي انه هيركات ما في بقى، ما بقى تحكوا عن هيركات.